هو يصور ويجسس. هو بيصور جامع. يلا هنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. المركز الإعلامي صوار ميادين التحرير يتقدم بخالص العزاء للزميل السائر الدكتور أيمن أبو زيد على وفاة والده المغفور له الحاج سيد أبو زيد المطعمي. طبعا مع البيان والتوضيح للمركز الإعلامي الأستاذ سيد العطي. بسم الله الرحمن الرحيم. المركز الإعلامي اعتماد المركز الإعلامي الوحيد للميدان وذلك للآتي: التحكم في الرسالة الإعلامية التي تخرج للصحف والقنوات، توحيد الميدان وكل القوى السياسية والمستقلين على بيان واحد لوحدة الصف، مشاركة كل القوى السياسية داخل القنوات التي تأتي إلى الميدان وتفاعلهم جميعا إعلاميا، فك اللغز الوجوه الثابتة على الشاشات التلفزيونية والتي تضر الصوار، مشاركة جميع القوى السياسية والمستقلين على توحيد الصف والاتفاق على التصور ليوم الجمعة، تنسيق المنصات وتوحيدها ومنع المندسين للوقوف على المنصات الذين يقومون بالفتنة وتشتيت الصوار، تغيير لغة الخطاب لتغيير صورة الثوار لدى الرأي العام والرد على الإعلام الذي يحاول تشويه صورة الثوار لدى الشعب. نعلن الآن بيان اللجان الشعبية وهي المسؤولة عن الأمن. تعلن اللجان الشعبية بأنها المسؤولة عن تأمين ميدان التحرير بالتعاون مع بعض الحركات الموجودة في الميدان، كما تعلن عن ترحيبها الشديد بأبناء مصر البواسل، كما تهيب بجميع القوى السياسية والتيارات الإسلامية سواء كانوا زائرين أو معتصمين الامتثال أمام بوابات التفتيش كما تعودنا منهم على ذلك، حرصا على الأمن العام للميدان وخوفا من اندساس بعض العناصر التي تريد إشعال نار الفتنة في الميدان، كما نهيب بالسادة الزائرين أن يلتزموا بالقواعد الموضوعة من قبل اللجنة التنسيقية للجان الشعبية التي تنص على: 1- إبراز تحقيق الشخصية أمام بوابات الأمن، 2- التعاون مع أفراد الأمن، 3- عدم اصطحاب أي آلات حادة أو زجاجات فارغة أو مواد ملتهبة أو معلبات معدنية، 4- الالتزام بالمداخل الخاصة بالسيدات والرجال وأيضا البوابات المخصصة للخروج، 5- عدم التدخل في شؤون الأمن الداخلية وأن يتركوا رجال الأمن ورجال اللجان الشعبية يقوموا بمهامهم بهدوء لعدم البلبلة في الميدان، وخوفا منا على ما بذل من مجهود وما أريق من دماء، وإصرارا منا على أن مصرنا الحبيبة ستخرج من دمائنا ودمائكم وجهودنا وجهودكم عروسا تبهر العالم، فنرجو من كل القوى السياسية والتيارات الإسلامية أن يتحدوا على قلب رجل واحد، وشعارنا مصر فوق الجميع بتوقيع اللجان الشعبية. أما عن رسالة المركز الإعلامي فنقول: أهلا بكل الجماعات الإسلامية، فميدان التحرير للجميع. أهلا بسماحة العقيدة الإسلامية وكل من يحافظ على قدسيتها. أهلا بكل من يؤيد ثورتنا وسلميتها، وليس منا من يخالف ذلك. من نزل إلى ميدان التحرير ليقيم الدين الإسلامي فقد أخطأ في حق الشريعة التي فرضت منذ أكثر من 1400 عام. لقد حان الوقت لأن يطمئن العالم لديننا. آن لنا أن نفك ارتباط الدين الإسلامي بالإرهاب. آن لنا أن نمثل قدوة للأجيال ونبهر العالم باتحادنا وثورتنا. إيماننا نحمله في قلوبنا ونرتبط جميعا في إطار سلوكنا الذي ترتضيه وحدتنا الوطنية. ونهيب بكل أصحاب الوعي أن يتواجدوا في ميدان التحرير قبل يوم الجمعة 29/7 للتصدي لكل من ينتهز هذه الفرصة، ولنصنع معا قرارنا التاريخي
قرارا ثوريا بألا ينال من وحدتنا أيا من كان. شكرا، وهذه رسالتنا من المركز الإعلامي بميدان التحرير. شكرا لكم. أي سؤال؟ أي استفسار؟ في أي استفسار؟ أي استفسار؟ في استفسارات بخصوص يوم الجمعة لو في أي حد من الصحفيين؟ مع بعض الرموز السلفية أو الجماعة الإسلامية أو الإخوان؟ بالفعل تم مع بعض الرموز التيار الديني من مع المنسق حسن عمار منسق الجماعات الإسلامية، وتم التنسيق على كل ما تم الاتفاق عليه بالنسبة لما جاء ببيان اللجان الشعبية. بالنسبة للإخوان؟ بالنسبة للإخوان طبعا هم عارفين النظام ومشاركين معنا في كل جمعة ومشاركين في التأمين. هل هتبقى في منصة واحدة في الميدان أم عدة منصات؟ نتعشم ذلك أن يكون في منصة واحدة للميدان. الانباء عاريه تماما من الصحه، والاعتصام هينفك بعد تحقيق اهداف الثوره. في اهداف معينه لو اتحققت الاعتصام لازم كل الاهداف تتحقق؟ كل الاهداف، ومش هناخد بجزئيه يعني. انا عايز اوقف الاستاذ كمص واحد. لا بالنسبه للمنصه الواحده، هو ممكن يبقى في اكتر من منصه يوم الجمعه، لان ده حق مشروع لكل الشعب المصري، لكن مفيش مطالب على اي منصه غير مطالب الثوره، واهداف الثوره هي اللي هترفع على جميع المنصات الموجوده في ميدان التحرير، وشعارنا هو واحد، يا مصر اولا. يعني تم الاتفاق على حتى تم التنسيق مع كل القوى السياسيه والجماعات الاسلاميه وجميع التيارات. هل في مطالب اتغيرت بعد الاتفاق مع الجماعات الاسلاميه؟ في مطالب حصل فيها تغيير ولا؟ استاذ الفاضل، لم يكن هناك اي تغيير في اي شيء، ونفس المطالب هي، وطبعا هم قد يعلي من مطلب على مطلب، ده مش قضيتنا، كل واحد ليه رؤى معينه بالنسبه لمطالب الثوره. بالنسبه لتصريحات عاصم عبد الماجد يوم الجمعه، هل